لاعب والزمالك متقدم بهدف لا شيء، وادي معروف مره تانية من اللعيبه اللي بيقدروا يخترقوا. بصهم كان منعه من الشوط الاول في منتهى الخطوره وعزب، انما يا ولد اوبا يا ولد يا ولد، ده مين؟ مؤمن مؤمن. وادي هدف التعادل. قلت لحضراتكم ده اللي نجابه مين؟ محمد ماجد اللي لسه نازل، محمد ماجد اللي لسه نازل وهياخد انذار. لسه بقول لحضراتكم مباراه ممكن هدف هنا ممكن هدف هنا، وبدات الشرطه تستعيد امورها، استعادت امورها وما يقدرش مؤمن يعمل اي حاجه، طلع واحده الثانيه لا. يبقى في الدقيقه 30 محمد ماجد يحرز هدف التعادل. محمد ماجد عنده 22 سنه، في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني يحرز هدف التعادل. بص حضراتكم عبد الواحد طلعها على طول، وادي ماجد اهو وحظه كويس وحلوه جدا. ادي الراجل ده هو السر في الشوط الثاني. الراجل ده هقول لكم ليه، على طول تتلعب الكره تصويبه جامده قوي من رضا العزب، ترد على طول لابو جريشه، يلعبها ابو جريشه يطلعها مؤمن، ترد لماجد محمد ماجد جول.